مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى لتنوير الرأي العام أكثر في الموضوع اللي كنا تناولنا حوالي يومين، ديال ابتسام اللي كتعيش في هولندا للابن ديالها 5 سنوات تعرض لاعتداء شنيع. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا في الفيديو، النداء اللي وجهته ابتسام لجل المغاربة في المغرب وخارج المغرب. مشاهدينا الكرام، شيء متعارف عليه في المغاربة وأقولها دائما، اهتموا بالملف، ربطوا بها الاتصال، ساعدوها. والأكثر من ذلك، الشق الاجتماعي مهم في الموضوع، هو دور المجتمع المدني. جمعية ما تقيش ولدي اهتمت كذلك بالموضوع، راسلت الحكومة المغربية وكذلك القنصل بهولندا، اللي السيد القنصل مشكور انتقل لأي مكان عند الأم وبلغ لها الرسالة ديال السفير وبلغ لها أنه الحكومة المغربية معها بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، لتنوير الرأي العام أكثر في الموضوع، كذلك التحقوا 3 المحامون ذكورا وإناث، اهتموا بالملف وبقوا معها بشكل مستمر طيلة المدة ديال اليومين من أجل المساندة، من أجل الدفء في خضم الموضوع. لن ننسى دور المغاربة صراحة، فيهم جمعيات حقوقية، فيهم جمعيات في أوروبا، فيهم جمعيات في هولندا اللي اهتمات بالقصة ديالها من أجل ذاك الوليد ما يضيعش. مشاهدينا الكرام، غادي تتبعوا معايا الفيديو اللي فيه الملخص اللي تكلمت عليه ديال الأم، تبعوا معايا. السلام عليكم خوتي مغاربة، لا داخل الوطن لا خارج الوطن. جيت اليوم نشكركم كلكم جزيل الشكر، وكاع اللي تضامن معايا وكاع اللي وقف معايا. جيت اليوم نشكركم كاملين خوتي مغاربة، جيت اليوم نشكر جميع الجمعيات اللي تعاونوا معايا، جمعية ما تقيش ولدي، اخت نادية. جيت اليوم كنشكركم جزيل الشكر، كنشكركم بزاف، وكاع الناس اللي تضامنوا معايا وكاع الناس اللي وقفوا معايا. ولكن بغيتكم تزيدوا تضامنوا معايا، بغيتكم تزيدوا باش تشوفوا الحقيقه ديال ولدي خوتي. وكنشكر السي القنصل اللي جا عندي اليوم وجا سمعني وجا شافني وشاف الحاله اللي راني فيها، كنشكره بزاف. وكنشكر جلاله الملك محمد السادس نصره الله، الله يشافيك ويعافيك، الله يخليك لينا تاج فوق راسنا. وانا الكلمه اللي كنقول لكم تعاونوني، يعني تعاونوني تيبان الحق ديال ولدي، وبغيتكم تبقاو معايا حتى يوقف ولدي على رجليه ان شاء الله. خوتي المغاربه سمحوا لي، وبغيتكم تزيدوا لي الدعاء باش ولدي ينوض ليا من الكوما خوتي. الله يرحم لكم الوالدين، وانا كنشكركم كاملين جزيل الشكر، كاع اللي راه داير يدو في هذه القضيه هذه، وكاع اللي راه متعاطف معايا، وكاع اللي راه معاون معايا. بغيتكم تزيدوا تعاونوا معايا، وكنشكركم كلكم جزيل الشكر. السلام عليكم. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا الفيديو، لن ننسى كذلك الاخت ناديه اللي هي المنسقه بهولندا في جمعيه ما تقيش ولدي، اللي العمل ديالها على قدم وساق من اجل مسانده وضخ دماء جديده لهذه الاخت في الظرفيه الحاليه اللي هي في الغربه بطبيعه الحال. مشاهدينا الكرام، بخلاصه الشكر الجزيل للمغاربه في المغرب وخارج المغرب للمسانده ديالهم من هذه الاخت، وكذلك الاهتمام بشكل فعلي بالموضوع من طرف الحكومه والسيد السفير والقنصل اللي انتقل لعي المكان رفقه 3 ديال المحامين ذكورا واناث. هذا شيء يثلج الصدر. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذه الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص ابتسام والابن ديالها. الله عز وجل يجيب لي الشفاء يا ربي. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.